منتدى التنقل المستدام بالمغرب في نسخته الأولى يقارب مسألة النقل الميسر والمستدام كرافعة حيوية للنمو الاقتصادي، لكن من خلال استحضار الأبعاد البيئية. المنتدى يركز على الشركات الخاصة كمنصة للتبادل والنقاش والبحث عن الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتنقل المستدام والشامل من قبيل التمدد العمراني والازدحام الطرقي والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. هذا اللقاء هذا تجمع ما بين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة، والهدف منه هو التحاور حول مستقبل ديال التنقل في بلادنا. تعرفوا بأن بلادنا قامت خلال 20 سنة الماضية تحت الرعاية ديال سيدنا الله ينصره بواحد الأوراق جد مهمة فيما يخص التنقل، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، طرق السيارة، القطارات، المطارات، موانئ إلى آخره. واليوم كاين رهان جديد هو الرهان ديال الاستدامة. ويعتبر النقل من الجوانب الحيوية لتعزيز الترابط والتجارة والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وبرغم ذلك يعد أيضا مصدرا مهما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويبقى حل هذا المشكل مسألة ضرورية لجعل النقل المستدام أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة. التنقل المستدام مسؤول على 25% ديال الانبعاثات ديال الكربون في العالم، وهذه أيضا فرصة ثمينة بالنسبة للتطور ديال المنظومة الصناعية في المغرب، حيث المغرب عنده مقومات قوية باش يساهم في هاد التحول العالمي بالنسبة للتنقل المستدام، بالنسبة للسيارات الكهربائية، بالنسبة للسيارات والشاحنات والبواخر اللي كتستعمل الهيدروجين، وبالنسبة أيضا لعدد ديال المشاريع القوية اللي غتنمي الصادرات ديالنا. ويجمع منتدى التنقل المستدام في نسخته الأولى بين المؤسسات وصانع القرار والخبراء والمهنيين والمبتكرين الذين يشاركون في رسم تصور مستقبلي للتنقل المستدام وبحث أفضل السبل للانتقال نحو نظام نقل صديق للبيئة.